من أين جاءت بالمال طباعة مثل هذه يعني اللافتات الكبيرة بهذا الحيز الواسع بهذه الأماكن المرتفعة على سبيل المثال؟ ليش لا؟ موجودة بالسلطة، عندها نفوذ، عندها شركات، عندها مؤسسات، بالإمكان أن تكتسح الشارع العراقي بكل الصور. يعني هذا مو دلالة على أنهم فاسدين، يعني ربما يطرح مثل هذا السؤال، شنو رأيك؟ نعم دكتور، برأيي أعتقد أنه طريقة إدارة الأنظمة في المؤسسات الدولة معروفة أنه خاطئة، وأبسط مواطن يقدر يشوف بالوزارات كيف تندار الوزارات. فبهذا المجال راح نخلي الفساد موجود، والنظام هذا اللي نخليه اللي موجود اصلا السابق يعني اللي حاليا مستعمل به ذو نهايات مفتوحه، فمن تقدر من تاخذ انت منه ما يبين، يعني ما حد يقدر يحاسبك، لان مو هو نظام محكم مثل الدول اللي يستخدمون الوزارات والسلطه. ولهذا نلقى في دول الخارج يحاسبون. بس انت عندك مؤسسات هوايه، يعني عندك هيئه النزاهه، عندك ديوان الرقابة المالية، عندك لجنة المفتشية العامة، دائرة المفتش العام، وعندك لجنة نيابية خاصة يعني بلجنة النزاهة النيابية. كل هذه المؤسسات غير قادرة على ضبط حالة الفساد الموجودة في البلد؟ مو منطقي يعني. أعتقد أنه كلش واضح أنه هم غير قادرين بهالطريقة إدارة الدولة، غير قادرين. لو نجيب بعد أكثر من هذين المؤسسات نضيف لهم فد 10 ثانية هم راح تبقى أكو خلل في رئاسة المنظومة. يعني هي إذا منظومة خاطئة من البداية، إذا تجيب إيش قد ما تجيب التهسة عدد من الناس ما راح نقدر نوصل لمنو اللي دا ياخذ ومن هو دا يحرك المال العام أو في مختلف الجوانب، وليس فقط الحملة الانتخابية. بس أؤكد لك إذا إحنا خلينا أنظمة حديثة احنا ما راح نجيب أنظمة من الفضاء، احنا مجرد راح ننقل تجارب ناجحة في بلدان خلت تكون مجاورة، ونشوف كيف تكون هاي المؤسسة، وين يروح الفلوس، وين تروح المال، اين يذهب. تستورد مؤسسة قضائية؟ لا، ما نستورد، احنا عندنا كفاءات ما يكفي انه نعين ونعيد صياغة السيستم النظام الإداري اللي هو يعتبر في العالم اهم مفصل من مفاصل الدولة، هو كيفية إدارة الأنظمة. وانت إذا النظام مالتك يعني بمشاكل فبهيك حالة طبعا في سرقات ما حد يقدر يمسكها. فلهذا السبب أنا برأيي الشخصي أنه إحنا لازم نلقى الجذور قبل ما أنه نحاسب هذولي منو اللي استخدم المال العام، ونظل نسوي الضوء على الفساد. احنا لازم نلقفه من الجذور. إذا لقفناه من الجذور فهو هذا الحل يكون برأيي الشخصي.